بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم متابعي بكام سبور وين ما كنتم. رجعنا لكم في فيديو جديد باش نحكيو فيه على عديد الأخبار اللي تخص الترجي الرياضي التونسي. اسم جديد ينضاف إلى اسم المدربين أو قائمة المدربين اللي وقع ترشيحهم لتدريب الترجي الرياضي التونسي، ولكن المرة هذه ماهوش مدرب ولكن كمدير رياضي. باش نحكيو كذلك على يوسف البلالي اللي مازال يثير الجدل، ويبدو أنه اللاعب هذا باش يتواصل يعني الكلام على يوسف البلالي مادام يتقمص زي الترجي الرياضي التونسي. واخر القرارات اللي اتخذهم الاتحاد الدولي لكرة القدم في خصوص بطولة كأس العالم للأندية، برشا قرارات جديدة وخاصة موعد القرعة الخاص بهذه المسابقة. اكثر تفاصيل باش تلقاوها معنا في الفيديو، تابعونا للاخر وما تنساوش كالعادة دعم القناة. الإعلام يترك جميع أخبار العالم ويركز على من سيكون مدرب الترجي القادم. وسائل إعلام جزائرية مصرية ومغربية وحتى دول إفريقية أخرى تتابع الأخبار لحظة بلحظة، ولكن هذا إن دل على شيء يدل على أن الترجي عنده قيمة وقدر كبير في الأفريق، وكل المنافسين قاعدين يتبعوا كما قلنا لحظة بلحظة في آخر أخبار الترجي الرياضي التونسي، وخاصة من سيكون المدرب القادم للترجي. حاجة ماهيش غريبة على الترجي الرياضي التونسي اللي يعتبر يعني من أحسن الفرق في إفريقيا. في موضوع آخر وبالعودة لبطولة كأس العالم للأندية، ترتيب جديدة لهذه البطولة أعلن عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم، إذ حدد يوم 5 ديسمبر 2024 كموعد لقرعة كأس العالم للأندية. إلزام كل فريق مشارك في كأس العالم للأندية بالوصول إلى مقر الإقامة الأساسية قبل 5 أيام على الأقل من انطلاق المونديال، أو 3 أيام على الأقل من مباراته الأولى، مع تفكير كل فريق براحة لا تقل عن 72 ساعة بين كل مباراة. السماح لكل نادي بتقديم قائمة أولية تضم 50 لاعب قبل فترة من موعد المونديال، قبل تقديم 26 لاعب كقائمة نهائية. يمنع على الفرق التدرب في الملاعب المستضيفة للمونديال، وستكون التدريبات الرسمية لكل الأندية المشاركة في ملاعب التدريبات الرسمية لكل الأندية المشاركة في ملاعب التدريب الملحقة بمقر الإقامة الرسمي لكل ناد أو في مواقع التدريب الخاصة بالملعب المستضيف للمباراة. سيتم اعتماد نظام الحصتين الإضافيتين وركلات الترجيح في المرحلة الثانية للمونديال على غرار باقي المسابقات اللي تنظمها الفيفا. سيتم إلغاء البطاقات الصفراء بعد ختام مباريات الربع النهائي. الدور الأول يضم 8 مجموعات من 4 فرق، ويتأهل فريقان صاحبا المركز الأول والثاني. لن تكون هناك مباراة ترتيبية لتحديد المركز الثالث في المونديال. إذا متابعينا الكرام، هذه أهم القرارات اللي أعلن عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم. القرعة باش تكون يوم 5 ديسمبر 2024، فحظ موفق للترجي الرياضي التونسي اللي باش يكون هو الممثل الوحيد لكرة القدم التونسية إن شاء الله. في موضوع آخر، تم تداول اسم المدرب التونسي دينو معمرية لتولي منصب المدير الرياضي في الترجي الرياضي التونسي. حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بين معمرية وإدارة الترجي. جلسة جمعته برئيس النادي حمدي المد، بحيث قدم مشروعه لتطوير الإدارة الرياضية والفنية للفريق، وأعربت الإدارة عن إعجابها بأفكاره ومشروعه. الإدارة لا تريد التسرع في أخذ قرار نفس الشيء للمدرب، ومن المقرر أن يتم حسم الموضوع بشكل نهائي في الفترة القليلة القادمة. معمرية مدرب متميز وصاحب تجربة تدريبية كبيرة في مختلف أقسام الدوري الإنجليزي. اسم هذا ما كناش نسمعوا به، وما كناش نسمعوا بالمدرب هذا. بون تابعينه ونعرفوا شوية لأنه ينشط في إنجلترا، وعنده سنوات كبيرة ويعني مقيم في إنجلترا، وخاض تجارب تدريبية عديدة في كل الأقسام. يعني مدرب عنده فكر جديد، مدرب عنده مشروع كبير قادر أنه يطور الترجي الرياضي التونسي، ولكن الاتفاق الرسمي مازال محصولش ومازال ما تمش. إن شاء الله في غضون الأيام القليلة القادمة باش يتم اتخاذ القرار الرسمي من إدارة الترجي الرياضي التونسي. إن شاء الله الإدارة تمشي في المشروع هذا وتمشي في الفكرة هذه، لأنه حاجة ممتازة جدا وحاجة جديدة، وربما يجيب لنا أفكار جديدة للتجارب العديدة كما قلت لكم اللي خاضها في إنجلترا. أكيد عنده يعني برشا ما يفيد الترجي الرياضي التونسي كفاءة تونسية. إن شاء الله كما قلنا يقع التفاهم مع المدرب هذا، لأنه فما
مشروع كبير ومشروع جديد ان شاء الله باش يطور كرة القدم في الترجي الرياضي التونسي. وحاجة بها كي إدارة الترجي تفكر في حاجات كما هكا، مدير رياضي لازم يكون المنصب هذا موجود. صحيح كان طارق ثابت ومنجحش نوعا ما في الفترة اللي كان فيها هو مدير رياضي، رغم أنه يعني قام بمركاته يعتبر جيد وكان موجود مع الفريق، ولكن ما استمرتش التجربة هذه لعديد الأمور اللي يعني يطول شرحها وكنا حكيناها في وقت سابق. ولكن إن شاء الله التجربة هذه مع معمرية تكون تفيد الترجي الرياضي التونسي، وبش يجيب كما قلنا أفكار جديدة وبش يطور بها كرة القدم في الترجي الرياضي التونسي. ولكن لم يتم الاتفاق بصفة رسمية عكس ما تم الحديث عنه في وسائل التواصل الاجتماعي. تقريبا مش باش عدى فيديو ولا مانيش باش نعمل انا فيديو، مانيش باش نحكي على يوسف البلاي للأسف اللاعب هذا. مانيش عارف علاش كل وسائل الإعلام ديما يعني تربط اسم يوسف البلاني بالمشاكل وبإثارة البلبلة وبرشا نقاط كانت حكيت عليها، كانت تحكي عليها خاصة وتركيز كبير خاصة من الإعلام الجزائري اللي واضح أنه عندهم مشكلة مع يوسف البلاني. ما نش عارفين علاش كيف الإعلام التونسي انخرط زادة في الـ في الـ في الحكاية هذه، ولا يوميا تقريبا نسمعوا بمواضيع على يوسف البلاني. كما قلت لكم حديث على عدم انضباط ومشاكل داخل الميدان وخارجها، واخيرا وليس اخرا يتحدثوا على عرض من فريق شبيبة القبائل للدول الجزائري، وفما شكون مشى اكثر من هكا وقال انه البلالي ما عادش مرتاح في تونس ويحب يغادر في اسرع وقت. يعني اللاعب هذا كي جاء للترجي الرياضي التونسي جاء على مشروع كما قلنا وجاء على اهداف، الهدف منها انه يكون مشارك في كاس العالم للاندية اللي باش تلعب في جوان 2025. اللاعب يعني مازال كيبدا مع الترجي الرياضي التونسي، يا ربي نعمل عليك. مازلنا يعني حتى البطوله لعبنا فيها 5 أو 6 جولات، مازال اللاعب يرجع في امكانياته نوعا ما، ومازال يوسف البلالي رغم انه قدم انطلاقه ممتازه وانطلاقه جيده مع الترجي الرياضي التونسي وكان سجل اكثر من 3 أهداف وكان حاسم في مباريات في الدور التمهيدي لرابطه الابطال الافريقيه، يمكن تقولوا لي ضد فريق متواضع، ولكن أرقام وأهداف وحاجة باهية وحاجة وانطلاقة تخلي يوسف البلالي أكثر أريحية. ولكن سوء النتائج في الفترة الأخيرة مع إقالة المدرب والأحداث اللي صارت، ولينا نسمع للأسف كما قلت لكم في فيديو سابق قلنا أنه فما حديث وقاعدة تتكرر الحكاية هذه على عدم انضباط على تمرد على كلام كما هكا في فيستيار الترجي اللي ما نش متعودين نسمعوا به ومش متعود يخرج للإعلام. شنية الحكاية بالضبط وشكون وراها الحكاية هذه بالضبط؟ علاش وليد قرفالة ما يتدخلش لوقف الإشاعات هذه؟ علاش الناطق الرسمي من الترجي الرياضي التونسي اللي ديما نطلبوه باش يكون موجود خاصة في الوقت الحساس هذا باش يوضح عديد النقاط وينهي الجدل القائم على يوسف البلالي؟ اللاعب كان تعرض للإصابة في المباراة الأخيرة، هاك علاش خرجوا اسكندر القصري؟ الناس ولات تحكي على انه فما مشكله وتعارك هو المدرب ويحب يغادر ومعش عينه في الترجي الرياضي التونسي، ولات التأليق والناس كلها تالف كل واحد من راسه، كل واحد السيناريو اللي يحب يحكيه يحكيه، والناطق الرسمي والاعلام في الترجي الرياضي التونسي لا حياه اللي من تنادي هذا. وقتاش لازمك تتدخل وقتاش لازمك توقف وتعمل حد للاشاعات هذه؟ كما قلنا الاشاعات المغرضه الهدف منها الاول والاخير هو ضرب الترجي الرياضي التونسي وضرب الاستقرار نتاع الترجي الرياضي التونسي. مهما كان يوسف البلالي اللي كانت له اكثر من تجربه مع الترجي الرياضي التونسي ماهوش جديد علينا، وحتى كان فما يعني بعض التجاوزات او فما يعني امور نتاع انضباط اكيد الاداره باش تتخذ القرارات التاديبيه اللازمه، مش سايبه معنا ماهوش صيد ومسيب على 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 راحته واخذ راحته ويعمل اللي يحب والاداره ساكته وخايفه من يوسف البلالي. فحاجات كيما هذه واخبار كيما هذه لازمنا ناخذوها بالعقل وبالمنطق. بالنسبة للعرض متاع شبيبة القبائل، فما بعض الصحفيين اللي تحدثوا على أنه الفريق الجزائري حاول يجس النبض متاع يوسف البلالي. ما فماش عرض رسمي، ما حكاوش عرض رسمي، ولكن فما رغبة من الفرق الجزائرية كما فريق اتحاد العاصمة زاد الجزائري يفكر ويريد يوسف البلالي، وأي فريق يتمنى أن يكون يوسف البلالي عنده في الرصيد البشري متاعه للإضافة الفنية اللي باش تكون مؤكدة. ولكن يوسف البلالي باش يواصل مع الترجي الرياضي التونسي، هذا اللي نجم نأكده على الأقل لمونديال الأندية، على الأقل يشارك في مونديال الأندية، ومن بعد ربما تصير حاجات أخرى الله أعلم. ولكن مسألة خروجه من الترجي في المركاتو الشتوي مستبعدة برشا، باش ما نقولش مستحيلة.
لانه يوسف البلالي كما قلنا راهو جبناه وصحح كونتراتو ومانيش نلعبه، يعني جاء عنده شهرين وثلاث شهور باش تو يخمم باش يخرج ولا ويلزمو يخرج في اقرب وقت، لانه ما عادش عجبته الظروف في الترجي، ما عادش عجبته ظروف العيش في تونس. هذه حاجات يعني كما قلت لكم اشاعات مغرضه الغايه منها، يعني زعزعت استقرار الترجي الرياضي التونسي، وقاعدين يتحدثوا تقريبا في كل بلاتو، انتم تفرجوا عليهم في الاذاعات ولا في التلفاز يحكيوا على نفس المشكله ونفس الحديث، ويوميا فما حديث على يوسف البلالي. وللاسف فما شق كبير من جماهير الترجي الرياضي التونسي تنساق وراء الكلمات هذه وراء الاشاعات هذه، ويحاولوا يزيدوا يعملوا ضغط على اللاعب ربما وضغط على الاداره ونزيدوا عطين بله. فان شاء الله جماهير الترجي الرياضي التونسي تهدى شويه ويعني يخموا بالعقل كما قلت لكم، وراهو مصلحه فريقنا قبل كل الاعتبارات مهما كان اسم اللاعب، راهو يحمل قميص الترجي الرياضي التونسي، لازمنا ندافعوا عليه بالعقل وبالمنطق. مانيش نحكي على انسان يعني متمرد وانسان ماهوش منضبط وانسان عامل بعمايله واحنا باش ندافعوا عليه، هذه مستحيل ان نعملوها. ولكن كل الاخبار اللي قاعدين نسمعوا فيها اخبار غالطه واشاعات، كما الاصابه نتاعو اللي تعرض لها كما قلت لكم في المباراه الاخيره خلات اللاعب يغيب على التدريبات وغاب على حصه تدريبيه. الناس كل حكايات اين يوسف البلالي، يوسف البلالي ماهوش موجود، وبدات تاويلات كما حكيت لكم في الجزائر والا في تونس. ان شاء الله اللاعب باش يكون على ذمه الاطار الفني في مباراه الكلاسيكو ضد النجم الساحلي يوم الاحد، وان شاء الله يوسف البلالي يرجع الى التهديف، وان شاء الله باش يماركي ضد الاطوال، وبحول الله باش يواصل كما قلت لكم تجربته مع الترجي الرياضي التونسي. اذا المتابعين الكرام هذا شعرنا في فيديو اليوم، نوصيكم ديما على دعم القناه الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات. شكرا لكم على حسن المتابعه والانتباه، ان شاء الله نتقابلوا في فيديو جديد.